الى ذلك أصدرت الولايات المتحدة إرشادات جديدة لشركات الطيران تطالبهم فيها بتوخي الحذر أثناء التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، وجاء في الإرشادات المحدثة من إدارة الطيران الاتحادية إلى أن الشركات الأمريكية أن هناك أنشطة عسكرية تنطلق في المجال الجوي الإيراني أو عبره، وتأتي الإرشادات الجديدة بعد مخاوف أمريكية من نشاط عسكري شمل اعتراض طائره تابعه لشركه مدنيه امريكيه لم يتم الكشف عن هويتها من قبل مقاتلات في ديسمبر العام الماضي